ترتفع درجات الحرارة العالمية بوتيرة سريعة، وقد شهدت أوروبا هذا العام ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة لم تشهده سابقا، أدى إلى حدوث حرائق كبيرة إضافة إلى جفاف وكوارث بيئية أخرى. ارتفاع درجات الحرارة يهدد أيضا بضياع كنوز من البيانات العلمية الثمينة الكامنة بين طبقات الأنهر المتجمدة، تقرير يلقي الضوء. تحتوي الأنهار الجليدية على كنز لا يقدر بثمن من البيانات العلمية الثمينة، واستناداً إلى عمر هذه المواد والعمق الذي وجدت فيه، يمكن للعلماء استنتاج تاريخ نمو الجليد في الفترات الباردة أو عندما تسببت الظروف الأكثر دفئاً في ذوبانه. لكن واقع الحال اليوم يكشف عن ظاهرة ذوبان سريع للأنهار الجليدية مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بما في ذلك النهر الموجود في وادي جامتال النائي والضيق في جبال الألب. تقول العالمة أندريا فيشر في حديث لمجلة الفيزياء الأمريكية أن نهر جامتال الجليدي يفقد حوالي متر واحد من سطحه سنويا، لكنه فقد بالفعل أكثر من متر هذا العام، محذرة من أنه خلال الشهرين الباقيين من الصيف سيتعرض النهر الجليدي بالكامل للشمس. وبرأي فيشر فإن هذا العام فظيع الحرارة مقارنة بمتوسط 6000 عام الماضية، وإذا استمر هذا الحال ففي غضون 5 سنوات لن يكون نهر جامتال الجليدي موجودا. وبحلول نهاية الصيف تخشى فيشر من ذوبان حوالي 7 أمتار من العمق عن سطح الأرض، أو حوالي 300 عام من أرشفات المناخ. وتقول: نحتاج إلى البيانات التي تحتفظ بها الأنهار الجليدية لفهم مناخ الماضي ولإنشاء نماذج لما ينتظرنا في المستقبل. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف من عمان نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب السابق صخر النسور. سيد صخر، صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير، شكرا جزيلا. أهلا بك. بداية، الأنهار الجليدية تحتوي على بيانات علمية ثمينة كما ذكر التقرير، ما هي هذه البيانات وعلى ماذا تدل؟ شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع الذي يهتم فيه العالم بأجمعه. الحقيقة أن البيانات غاية في الأهمية، وكيفية التعاطي مع هذه البيانات يكون من خلال ما يسمى الآي سكور، أو أخذ عينات لبية جليدية. تؤخذ هذه العينات على أعماق مختلفة، كما هو معروف بأن تساقط الثلوج في سنوات متراكمة يكون بسمكات كبيرة، وبالتالي تكون الطبقات الثلجية التي في الأسفل هي الأعمق. هذه العينة اللبية الجليدية الآي سكور توضح لنا، تبين لنا كنز من المعلومات، ويعتبر الجليد أكبر مسجل طبيعي وخازن طبيعي لهذه المعلومات مقارنة مع الرسوبيات أو مع علم الأشجار الذي يستدل عليه بأعمار الأشجار. جزء كبير من هذه المعلومات كما أفاد تقريركم تبين لنا وتفسر لنا المناخ في الماضي وكيف فرضيات وسيناريوهات للتعاطي مع المناخ في المستقبل. أهم هذا الكنز من المعلومات، كل ما كان يدور من نشاط في السنوات الغابرة والسابقة، الغبار الذي كانت تحمله الرياح، الرماد، الطلح يوضح لنا الغطاء النباتي، درجات الحرارة، المحيطات، مستويات البحار، الغازات اللي في الغلاف الجوي، لأن فقاعات الغاز تحتفظ فيها الطبقات الجليدية كما هي، وهي خاصية مميزة للجليد بأن تبقى المواصفات الكيميائية لما تحتفظ به كما هو. نستطيع أن الاستدلال على مستوى سطح البحر، نستطيع الاستدلال على حالات التصحر، نستطيع الاستدلال على إذا كان هنالك حرائق في الغابات. مجمل هذا الكنز من المعلومات هو بالضرورة متطلب رئيسي لبناء فرضيات وسيناريوهات وقراءة المناخ في السابق
لبناء فرضيات للمناخ في المستقبل. طيب بما أنه هذه المعلومات وهذه البيانات جدا مهمة بالنسبة لكوكب الأرض وللبشرية، هل ممكن أن نستبق ذوبان هذه الأنهر الجليدية ونعمد إلى أرشفة بعض المعلومات الثمينة قبل ذوبان هذه الأنهر؟ بكل أسف تأخر العالم كثيرا في التعاطي مع مسألة التغير المناخي، وإذا أذنت لي في استطراد بسيط أن المناخ هو يعرف بأنه متوسط حالة الطقس، أما التغير المناخي فيشير إلى التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي. كان التعاطي في تغاضي كبير عن النشاطات السلبية التي يمارسها البشر، وأهمها الزيادة المضطردة في النشاط الصناعي. لذلك تلحظي في أن بعض دول العالم لديها تأثيرات كبيرة بالتغير المناخي نتيجة الزيادة المضطردة في النشاط الصناعي. جوهر المشكلة يكمن هنا في النشاط الصناعي. أرشفة المعلومات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، لأن التعاطي مع هذه العينات وجمعها يحتاج إلى فرق عمل ومنظمات دولية ترعى وميزانيات كبيرة حتى يكون هنالك تسارع في إجراء الدراسات. أعتقد أن في الفترات السابقة كان هنالك تباطؤ في اللحظة التي كنا نشهد في العقدين الأخيرين من القرن العشرين الزيادة المضطردة لجوهر المشكلة وهو النشاط الصناعي، مما تشكل عنه من غازات دفينة وغاز ثاني أكسيد الكربون التي تكدست في الغلاف الجوي. كان هنالك على الجانب الآخر تباطؤ شديد في إجراء مثل هذه الدراسات، وبالتالي لابد أن أشير إذا أذنتي لي بأن نتيجة هذا التشوه الذي مارسه البشر الأرض تعالج نفسها بنفسها، ونتيجة هذا الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة العلماء يقولون في السنوات الأخيرة بأن هذا الاضطراد في ارتفاع درجات حرارة الأرض مؤشر إلى بداية عصر جليدي جديد. وقد خبرت الأمم السابقة كثير من هذه الظواهر، نوبات جفاف حادة، طوفانات فيضانية، ونشهدها الأيام هذه الفلاش فلد، الفيضان الوميضي السريع الذي كان يحدث، ارتفاع درجة حرارة الأرض، الحرائق، الجفاف والتصحر في بعض المناطق. وبالتالي هذا مقدمة إلى أن تقوم الأرض بمعالجة نفسها بنفسها. نعم. من خلال عصر جليدي مصغر جديد، نعتقد بأنه يعتقد العلماء بأننا نحن مقبلين على عصر جليدي جديد لإحلال أو لتعديل التوازن أو إحداث توازن في الخلل. نعم. توازن بيئي في الخلل الذي حدث. سيد صخر، نعم، يعني اليوم تحدثت عن إحدى الأسباب الرئيسية وحملت أن النشاط الصناعي هو من إحدى الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة، هل من أسباب أخرى اليوم لذوبان هذه الأنهر الجليدية؟ وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس هذا الذوبان والذي يرتفع معدلاته سنويا على حياتنا بشكل يوم، على الزراعة، على الصناعة، وعلى الحياة بالعموم؟ شكرا جزيلا. نحن نتحدث عن تغيرات مناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. الظواهر الناتجة ذوبان الجلود، ارتفاع مستويات البحار والمحيطات، مما يؤشر إلى احتمالية غرق بعض المدن الساحلية واختفائها عن الوجود. حالات الجفاف في الجانب الآخر والتصحر يؤثر على المنظومة الغذائية، وبالتالي نحن والمنظومة الصحية نتيجة قلة الأمطار وتذبذب هطولها واختلافها. إذا تلحظي سيدتي هنالك انزياح في الفصول السنة، عدم ثباتية فصول العام، تغير في تذبذب الهطول المطري بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب من الكرة الأرضية. هذا كله في مجمله نتيجة الظواهر الطبيعية التي نتجت عن التغيرات المناخية، وبالتالي قطعا سيؤثر على الإنسان في صحته وفي مأكله ومشربه بشكل رئيسي. بتعرف الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، عنصر أساسي للحياة. اختفاءه في بعض المناطق، منطقة الشرق الأوسط اليوم نحن نشهد
الحروب كانت على مصادر الطاقة، اليوم ستكون على مصادر المياه. هذا واحد من المشاكل التي تحدث الآن في العالم للصراع للسيطرة على مصادر المياه ومنابع المياه، بالتالي لها أثر مباشر على حياة الإنسان. هذا الخلل في التوازن البيئي، ربما هذا التأثير يحتاج ربما إلى تحركات دولية، لأننا سنكون أمام أزمات حقيقية وفعلية. نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب السابق صخر النسور، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا مباشرة من عمان.